امتلأت حياة الفنان عماد حمدي بالأحداث الدرامية وكأنها فيلم سينما، عاش فيها رحلة صعود حتى أصبح فتى الشاشة الأول، وذاعت شهرته وامتلك كل مسببات السعادة، لكن تغير به الحال في أواخر حياته ليعيش نهاية درامية ومأساوية بعد زواجه من الممثلة نادية الجندي الذي تسبب في إفلاسه وإصابته بالعمى والاكتئاب. التقى عماد ونادية لأول مرة أثناء تصوير فيلم زوجة من الشارع، وكانت نادية وقتها وجها جديدا ضمن طاقم الفيلم، استطاعت أن تسحره بجمالها وأنوثتها. أعجب بها عماد وانجذب لحيويتها وإقبالها على الحياة، وكان مهتما بها كثيرا رغم فارق السن الكبير بينهما. وبعد فترة أعلن الاثنان زواجهما بعد الانتهاء من تصوير الفيلم. في البداية سارت الحياة بينهما بشكل طبيعي، وأنجب منها ابنهما هشام. كانت نادية طموحة ومتطلعة، وبسبب حب عماد الشديد لها أنتج لها الفيلم الاستعراضي بمبا كشر، ويشكل الفيلم أول بطولة سينمائية مطلقة لنادية. وأنفق عماد كل ثروته لتغطية تكاليف الفيلم العالية، ولكي يتجنب مشكلة الضرائب كتب الفيلم باسمها، واتفق معها على أن يأخذ نسبة من الإيرادات. بعد نجاح الفيلم رفضت إعطاءه أي مبلغ من إيراداته، واستولت على شقته الكبيرة في حي الزمالك الراقي كما نقلت عدة مصادر، وتم الطلاق بينهما بعد زواج دام لمدة 12 عاماً. عاش عماد بعدها مفلساً إثر خسارته لكل أملاكه، وأثناء محنته استقبلته زوجته السابقة فتحية شريف في شقتها المتواضعة، وعاش معها هي وابنها نادر إلى أن ساءت حالته الصحية بعد وفاة شقيقه التوأم عبد الرحمن. عاش أواخر أيامه بعد أن أصابه العمى والاكتئاب الشديد. توفيت زوجته فتحية شريف قبله بتسعة أشهر، ومن بعدها اعتنى به ابنه وزوجته حتى رحل مقهورا حزينا عام 1984. شاركنا برأيك، هل أخطأ النجم الراحل حينما ارتبط بامرأة تصغره بسنوات كثيرة؟